كما تعلمون جميعا الوضع هذه السنة أشد استثنائي في ظل جائحة فيروس كوفيد-19، والملاحظ أن الأشخاص الذين يعانون من داء السكري هم الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات وبإشكال أشكال حادة من كوفيد-19 في حال إصاباتهم بالعدوى. كما كذلك الإشارة إلى أن مرض السكر لا يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19، لكنه من المحتمل أن يزيد من أخطار تطور أعراض حادة ومضاعفات في حالة إصابة بكوفيد-19. كذلك التحسيس بالإجراءات الوقائية التي تسمح بتفادي الإصابة بكوفيد-19. كذلك التحسيس بالعلاقة بين داء السكري والأشكال الحادة لكوفيد-19، وأن أكثر الأشكال الحادة أو الوفيات تلاحظ غالبا لدى المرضى الذين يفوق أعمارهم 65 سنة، وهي الفئة السكانية التي تشهد ارتفاع معدل انتشار داء السكر. كذلك التحسيس بأهمية المراقبة الدقيقة لمرضى السكري وفي حالة الاشتباه بالإصابة بكوفيد-19.